الكلمة الآن للأخ الرئيس مرزوق الغانم. تفضل أبو علي. الأخ الرئيس، بداية أطلب، لأن ذكر اسمي أكثر من مرة في هذا الموضوع، فأطلب من الأخوة والمجلس 10 دقائق إذا ممكن. هل يوافق المجلس على التمديد 10 دقائق؟ موافقة؟ موافقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذي بدء أود أن أتحدث بتعليق موجز عن الاتفاقية، ومن ثم سأذكر أسماء وأحداث أعتقد يجب أن أذكرها فقط للتاريخ. في البداية، طلب الجلسة الخاصة العلنية قبل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بعد التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء والأخ رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية هو لاستيضاح كافة التساؤلات والاستفسارات والمعلومات التي أثيرت في الشارع، وكثير منها كان غير دقيق. فأنا أعتقد هذه الجلسة جلسة مفيدة، والبيان اللي تلوه الأخوة الوزراء سيكون مفيد، وبقية التفاصيل تستكمل في اجتماع اللجنة. لكن أنا بتكلم عن أساسيات معينة ومهمة وضرورية. أولا للأخوات والأخوة، هذه الاتفاقية حققت الكثير من الأمور اللي ما كانت موجودة، وراح أتكلم بوضوح. في كان سوء فهم ناتج عن الاتفاقيات السابقة، قد لا أدخل بتفاصيله لكن بذكر بعض الجزئيات. من هذه الجزئيات أن الخط الفاصل في المنطقة المقسومة بالنسبة لنا كالكويت كنا نراه خط حدود دولي، بالنسبة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية كانوا يرونه خط تقسيم إداري، وشتان ما بين الاثنان. خط حدود دولي يعني أنت عندك كامل السيادة شمال هذا الخط، والمملكة العربية السعودية كامل السيادة جنوب هذا الخط. خط تقسيم إداري معناته لكل دولة الحق في أعمال معينة في المنطقة الأخرى. طيب شنو هالأعمال؟ مو محددة في الاتفاقيات السابقة، آليتها مو محددة في الاتفاقيات السابقة. في هذه الاتفاقية حط المادة واحد من القانون، المادة واحد في هذه الاتفاقية أصبح واضح وضوح جلي للجميع. في المادة الأولى يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط الحدود الدولية. هذا لم يكن موجود، هذا فقط في هذه الاتفاقية ثبت الحدود الدولية بين أقليم المملكة العربية السعودية وأقليم دولة الكويت، وتمارس، هذا أهم ما في هذه الاتفاقية، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على أقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على أقليمها الواقع في شمال هذا الخط. هذا الأمر لم يكن واضح ومحسوم قبل هذه الاتفاقية وتوقيعها. طبعا لما أتكلم عن توقيعها باستكمال إجراءاتها في المادة 70 من الدستور. الجزئية الأخرى، في الجزئية الأولى هو تأكيد السيادة، وهذا هو المطلب الأهم، وكل ما تم وسأوضحها بتفاصيل سأذكرها للتاريخ وللشعب الكويتي. كل ما تم كان برعاية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبرغبة صادقة بينه وبين شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الأمر الآخر اللي تحقق الآن لم يكن موجود في السابق، كلنا نتكلم بصراحة كنا نقول ليش في منشآت وعلم أشقائنا المملكة العربية السعودية موجود في رأس الزور والمباني اللي موجودة هناك، وكان في خلاف على هذه النقطة. وأنا الآن مو في صدد تفاصيل هذا الخلاف، أنا بصدد الحل اللي وضع في هذه الاتفاقية، وهو ما ذكر في البند 5 من مذكرة التفاهم بأن هذه سيتم إخلاء هذه المباني من هذه الأراضي الكويتية، وستقام في مناطق أخرى في أراضي في الجزء اللي مخصص المملكة العربية السعودية، ومقابل ذلك الكويت ستعوض المملكة العربية السعودية عن قيمة المباني اللي ستبنى، مش مليارات وأمور والأرقام التي ذكرت، ما هي صحيحة. فيما يتعلق في هذه الجزئية، لما أتكلم عن خسائرنا من توقف الإنتاج راح أجي عليها، فيما يتعلق بهذه الجزئية قيمة المباني والسكن والمنشآت اللي كانت موجودة واللي ستبنى مباني جديدة، وهذا بالتأكيد مكسب للكويت. أنا أنقل هذه المباني وبعدين أصرف عليها، كم بتكون المبالغ الصرف؟ لن تكون مبالغ كبيرة. وأيضا حتى يكون فيها دقة، وهذا أمر إخواننا القانونيين يعرفونه
أفضل مني، ويمكن الأخ الحميد السبيعي اذكره بوضوح، كل طرف يختار بيت خبرة عالمي، وبعد أن يختار كل طرف بيت خبرة عالمي حتى يكون في عنصر محايد، البيتين يختاران بيت محايد. هكذا تحل الأمور حتى في لجان التحكيم، كل طرف يختار ممثل وبعدين يصير في شخص محايد، وهذا ما جاء في البنت ستة. أيضا مهم جدا في هذا الأمر، في هذه الاتفاقية، حتى يكون واضح، يمكن بعض الأخوة النواب سألوني كثيرا عن هذا الأمر، هذه الاتفاقية تمنع كثير من احتمالات سوء الفهم اللي قد يحدث، يمكن ثارها بعض الأخوة الأخ حمدان وغيره من الأخوان، إن قد يكون في هناك سوء فهم كان موجود بسبب الاتفاقيات السابقة، وأنا مو بصدد الدخول بتفاصيله، بس هذا السبب التوقف الإنتاج من 5 سنوات، لأن الكويت اعتبرت أن في أمور معينة تدخل في سيادتها، وبالتالي توقف الإنتاج اللي فيه خسارة للطرفين. اليوم بعد هذه الاتفاقية، هذا سوء الفهم اللي حصل في السابق ما في مجال أنه يرجع، لأن الأمور وضحت بشكل واضح. الحدود الاتفاقية هذه ما حطت حدود، بعض اللي يتكلم والله ترى خذوا من أراضينا، ولا أخذنا من أراضيهم، ولا أخذوا من بحرنا، لا مو صحيح الكلام. حط الأول شيء الاتفاقية اللي صادق عليها مجلس 67 حتى تكون واضحة أمام السادة النواب وأمام الشعب الكويتي. في 27/6/67 مجلس الأمة صادق على الاتفاقية اللي ترسم فيها الحدود اللي احنا كنا نعتبرها حدود دولية، والأشقاء يعتبرونها خط تقسيم إداري، بس إن إحداثيات هذا الخط لم تتغير، ونتيجة التصويت في مجلس الأمة موافقة 38 عدم موافقة 1 امتناع 2، وبالتالي مجلس الأمة هو اللي صادق عليها هذه الحدود البرية. أما الحدود البحرية في 12/7/2000 الحضور 53، الموافقة كم؟ 53، وبعض الأخوة النواب كانوا موجودين من ضمن الأسماء اللي وافقت، وبالتالي ما قاعد نتكلم عن حدود، وما يثار ان في حدود تغيرت وان في اراضي تم التضحيه فيها، هذا كلام كله ما هو صحيح. النقطه الثالثه ايضا اللي بدي اوضحها، ويمكن اوضحها باسهاب اخي وزميل الاخ رياض العتساني في بدايه الجلسه، الخسائر اللي نتكلم عنها قد تكون نعم في خسائر غير مباشره في مواضيع الصيانه، في مواضيع، لكن خسائر عدم انتاج النفط خلال هذه الفتره، النفط موجود في الارض، النفط ما تبخر، في خسائر غير مباشرة أخرى صحيح، بس مش بالأرقام اللي تم الحديث عنها. وبنهاية الأمر للمتباكين على توقف الإنتاج، يفترض أن هدفكم إعادة الإنتاج، هذه الاتفاقية هي اللي تعيد الإنتاج، فأنا صراحة ماني فاهم ليش زعلانين. أنا لا أريد أن أدخل في سجال، ما أبي أدخل في سجال، بعضهم يمكن يكون بحسن نية، بعضهم يدور قضية حق انتخابات، بعضهم فقط لأن عنده خصومة سياسية سواء معاي ولا مع المجلس، هذا شأنه. لكن أنا أقول إذا عندك خصومة سياسية مع سياسي أو مع فرد أيا كان، لا تكون خصومتك على حساب بلدك، يعني لا يصير كرهك لهذا الشخص أكثر من حبك لوطنك ولبلدك، لأن هني حنا نعمل جميعا لمصلحة الكويت. أنا قد أختلف مع الأخ رئيس لجنة الشؤون الخارجية سياسيا، لكن لما جينا على موضوع مثل هذا لا كان في اتفاق أنه تعقد جلسة حتى الأمور تكون في واضحة، وبعدها جلسة أخرى تجاب فيها عن بقية الأسئلة في لجنة الشؤون الخارجية، ثم يأتي التقرير إلى المجلس ليتم التصويت عليه. ترى في عام 2000 لما صوتوا 53/53 الخلاف فقط كان على شيء واحد، ليش مستعجلين الاتفاقية في 3 أيام من وصلت من الحكومة؟ اليوم احنا قاعد نسوي اللي ذكروه في المضابط في ذاك الوقت، ان عقدت في جلسة عامة علنية، ومن ثم تذهب الى لجنة الشؤون الخارجية تعقد اجتماعها وتجيب عن بعض الاستفسارات، وبعد ذلك تأتي الى المجلس تصوت عليه. انا الوقت يداهمني، لكن في شيء ما كنت اود ان اتحدث عنه لكني مضطر اليوم اذكره، واستأذنت اصحاب الشأن. انا سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد تكون شهادتي مجروحة، كنت على تنسيق تام معاه عندما كان وزيرا للخارجية في الحكومة السابقة، وشكرني جزاه الله خير ولم أتحدث، وشكر يمكن الأخ البطل سعادة السفير مجدي الظفيري ومعالي وزير الخارجية الحالي ومعالي وزير
النفط. وانا اعتقد اي واحد فينا يقدم شيء لبلده لا ينتظر لا جزاء ولا شكورا. مهما نعمل لهذا البلد فاحنا مقصرين. لكن المؤلم والمحزن والمؤسف ان حتى لما تعمل وانت ما تبي لا شكر ولا ما قصرت ولا جزاك الله خير، بس هم ياتي طعن واللي يقول والله الرئيس انتهك المادة 50 من الدستور، ويتصل في النواب ويعرفون النواب اللي يتكلم عنه اليوم خلكم شجعان تكلموا على الرئيس شلون انتهك المادة 50 من الدستور. نسى المهم شنو، نسى الاتفاقية شو تحقق حق الكويت، شنو اللي ممكن يكون فيه مصلحة، لا المهم ليش ينتهك الرئيس المادة 50 من الدستور. أولا أنا لم انتهك المادة 50 من الدستور، أنا طبقت المادة 50 من الدستور اللي تنص على فصل السلطات مع تعاونها. ما أمشي كأعرج فصل سلطات فقط دون تعاون. وراح أذكر القصة وقد استأذنت من أصحاب الشأن وأولهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أذكرها فقط للتاريخ وحتى تكون واضحة للشعب الكويتي، وما كان لي نية أن أذكرها لأن أنا أعتقد أن هذا واجب نقوم فيه تجاه بلدنا، لكن سأذكرها وراح أشهد مجموعة من الأخوة النواب اللي موجودين هنا في القاعة. بتاريخ 23 مارس 2019 سافرنا إلى الرياض في زيارة ثنائية لزيارة المملكة العربية السعودية، وكان معاي الأسماء التالية الأعضاء الأفاضل التالية أسماءهم: دكتور عودة رويعي أمين السر، الأخ الحميد السبيعي، الأخ سعدون حماد، دكتور عادل الدمخي، الأخ ماجد المطيري، الأخ ثامر سويط، الأخ عبد الله فهاد، الأخ سعد الخنفور، الأخ عسكر العنزي، الأخ خلف دميثير. تشرفنا بمقابلة جميع المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال لي من قبل الزيارة، قال يا أخ مرزوق أنا راح أعطي الوفد الكويتي وفد البرلمان الكويتي وقت كافي حتى يسألون كل الأسئلة اللي ببالهم. أنا أعرف برلمانكم برلمان نشط وفي حراك، وأنا مستعد للإجابة على أي سؤال يطرحه الأخوة النواب دون تحضير أو دون أن نرتب الأسئلة. وهذا ما حدث، والأخوة اللي ذكرت أساميهم شاهدين على هذا الأمر، وكان في أسئلة واضحة وصريحة في العديد من الأمور. منها وأذكر إذا ما تخلني الذاكرة الأخ سعدون قال طويل العمر بالنسبة للمنطقة المقسومة أنا بي يعني تنتهي ويكون لها حل، فأنا رديت عليه قلت له موضوع المنطقة المقسومة أنا سأتحدث فيه في لقاء ثنائي بيني وبين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بعد ما ينتهي اللقاء الجماعي مع البرلمان. وأنا لما أقول أتكلم في لقاء ثنائي أنا يا جماعة ما هي بالأمر من راسي ولا أتصرف على كيفي ولا هذه دولة ولا أتصرف كمرشح، يجب أن أتصرف كرئيس مجلس وكرجل دولة. نحن بالتعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية وفود الصداقة نرتب مع وزارة الخارجية حتى ما يروح وفد الصداقة برأي وتروح وتروح الحكومة برأي آخر، لأن هذا ما ينص عليه الدستور. قبل سفرتنا كان في لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي وزير الخارجية السابق، وقبلها كان في لقاء مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، استأذنه بالسفر كالعادة في هذا الوفد البرلماني، ووجهني حضرة صاحب السمو بأني أجتمع مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأن أتحدث معاه بخصوص هذا الموضوع. أمر من حضرة صاحب السمو هو رئيس السلطات اللي قاعدين انتهك المادة 50 ما شو اللي يشتبون يعني سوى أسمع كلامكم وأترك كلام رئيس السلطات، لا بنفذ كل ما رسم له وخطط له وأمر ووجه حضرة صاحب السمو. واجتمعت مع صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وراح أقول لكم مختصر الاجتماع، الإخوان يدري بعد ما انتهى اجتماعنا أنا قعدت معاه أكثر من ساعتين ونص بوجود صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد. مختصر الحديث وإن شاء الله مختصر لا يكون مخل، مختصر الحديث بأن ذكرت له عتب معين عن تأخر الانتهاء من هذه الاتفاقية، وشرح لي أمور كثيرة وقال لي
توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يا أخ مرزوق هي بالنسبة لي أوامر، وأنا عندي والدي الملك سلمان ووالدي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. قلت له يا طويل العمر تعطلت الأمور وما تكلمنا لبأي تفاصيل فنية، ترى مو احنا اللي وقعنا الاتفاق. أطلب تمديد من المجلس. ايش كثر تبي؟ عطنا 10 دقائق. هل يوافق المجلس على تمديد 10 دقائق؟ موافقة؟ لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح أختصر، بس معلومات مشكورين بتمددون أكثر، بس معلومات بتكون مهمة وأحاول أنا الاختصار، بس لازم تعرفون شو اللي حصل. قال سمو الأمير محمد بن سلمان قال التالي، قال انقل لوالدي الشيخ صباح، وهذه شهادة يجب أن تقال للتاريخ، انقل لوالدي بأني سأنهي هذا الأمر وراح أكون كويتي سعودي وليس سعودي كويتي وأحسم هذا الأمور، لكن أنا طالب منك طلب. قلت له أمر يا طويل العمر. قال أتمنى أنك أنت تكون موجود. قلت له أنا مالي شغل، أنت عارف الوضع في الكويت، أنا بذكر الحقيقة بما فيها. قال له أنا أبيك تكون شاهد حتى تنقل لي سمو أمير البلاد الشيخ صباح اللي هو والدي واللي همني يكون عارف التفاصيل كلها، وصدقني الأمور العالقة، واتكلم الأمور العالقة أنا قاعد أتكلم عن الأمور السياسية، أنا ما قاعد أتكلم يحاولون يصورون والله إحنا جينا مجلس الأمة رئيس المجلس وكم نائب وقام يناقش ولا يفاوض في أمور فنية، إيش عرفنا من الأمور الفنية؟ إحنا نتكلم عن تكليفات معينة في أمور واضحة. أنا رديت إلى سمو الأمير حفظه الله ورعاه اللي بحكمته وحنكته له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول لما وصلنا إليه الآن، وقلت له يا طويل العمر ترى هذا اللي صار وهذا رد الأمير محمد بن سلمان، ويقول مستعد إنه يحل الموضوع في بأسرع وقت ممكن كما وعدك سابقا. فقال لي روح يا أمير سوك، روح وخلك شاهد على الموضوع مثل ما قال لك. أنا أقسم بالله العظيم، قلت له طويل العمر أنا فداء لهذا الوطن وتحت أمرك، ويعلم هذه التفاصيل سمو رئيس مجلس الوزراء، لكن أنا طويل العمر ما بسبب حرج لأحد، أنا عندي خصومات سياسية وفي ناس ما تخاف الله، فأي شيء بدش فيه قد يخربونه لأنه مرزوق فيه، أنا ما يهمني مرزوق شو تعرض له، يهمني إن الموضوع يخلص. قال لي شوف يا ولدي، هذه كلمات سيدي حضرة صاحب السمو، أنا عضو في المجلس التأسيسي ونحن وضعنا هذا الدستور بروح التعاون، ويجب أن يستمر بروح التعاون، والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أمر حميد ويجب أن يستمر. أنت مالك شغل بشي يقول فلان وعلان، أنت لك شغل في كيف تخدم بلدك. وقلت له أمرك يا طويل العمر. وردينا من اجتماعنا في الدوحة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي معانا الاختصفاء ومعانا الشعب البرلمانية، وصلنا بعدها بنص ساعة توجهت أنا ومعالي نائب وزير الخارجية الأخ خالد الجار الله وسعادة الأخ سالم الشبلي مقرر لجنة الحدود، توجهنا إلى الرياض واجتمعنا مع التالي أسماءهم: صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد، سعادة الدكتور مساعد العيبان، ذيلا اللي أذكر أسماءهم. وكان هذا الاجتماع مدته من الساعة تقريبا 8 مساء إلى ما يقارب الساعة 4:30 فجر اليوم التالي. ما راح أذكر تفاصيل ما حدث في هذا الاجتماع، لكن أستطيع أن أقول بأن الأمير محمد بن سلمان كان كما وعد كويتي سعودي قبل أن يكون سعودي كويتي، وكثير من الأمور الحاسمة العالقة حسمها هو بقرار جريء وشجاع، أنهى الكثير من المشاكل ومنها موضوع السيادة، لأن بعض الأخوة في المملكة كانوا يقولون بأن هذا خط تقسيم إداري ويجب أن يظل يسمح لنا بالقيام بأعمال معينة مقابل نفس الأعمال تسمح لكم. فالأمير محمد بن سلمان وأنا أقولها، ويمكن هذه ما استأذنت أنا في أن أتكلم، لكن والمجالس أمانات، لكن هذه معلومات تفيد ولا تضر. قال لي لجماعته للفريق اللي من المملكة العربية السعودية، قال يا جماعة هو خط شمال الكويت وجنوب السعودية، ليش نعقد الأمور؟ وفعلا هذه ترجمت
في المادة الأولى، وحتى بعض أحد الأخوة بدون تسمية كان يشرح، وهذا مشهود للأخوة في المملكة العربية السعودية، بأن أثناء الغزو كانوا متحملين مواقف الكويت بالكامل، وهذه حقيقة. تكلم أنا على الجانب النفطي، وكانت بحسن نية ويعني بشكل عادي جدا رد الأمير محمد بن سلمان، قال له لا تلمح بأي شيء، إذا احنا وقفنا مع الكويت أيام الغزو. فالملك عبد العزيز طلع من الكويت عشان تصير السعودية اللي تشوفونها الحين. شهادة للتاريخ أقولها بحق الأمير محمد بن سلمان اللي كان مو متعاون أكثر من متعاون. وبعد ذلك أكملت اللجان الفنية الكويتية، سواء الأخوة في وزارة الخارجية أو سواء الأخوة في وزارة النفط، كل مباحثاتهم ومشاوراتهم والتفاصيل النفطية الفنية اللي موجودة ومنعكسة في هذه الاتفاقية. سؤالي أنا، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ طبعا أنا ما خاطب أخواني إلا فاضل اللي تحدثوا اليوم، أنا خاطب اللي من كل قضية نبي نحولها إلى خصومة سياسية. ماشي، عندك خصومة معاي، عندك خصومة مع المجلس، عندك خصومة مع بعض النواب، حقك. ما بقى شيء على الانتخابات، أنت ما تمثل الأمة، الأمة هي التي ستفرض من يمثلها. أنا مو إذا صار عندي حسابات وايد والله في تويتر، ولا صار عندي صوت عالي، ولا بسوي لي مؤتمر صحفي، صرت أنت تمثل الأمة. لا لا، تمثل نفسك، هذيل اللي يمثلون الأمة، وإحنا نمثل الأمة إلى أن تأتي الأمة في صناديق الاقتراع وتفرض من يمثلها. هذا الصوت الأقوى، وهذا صوت الحق، وهذا هو الصوت الصحيح. فأنا يعني بكل صراحة وبكل أمانة أبي أنتهز هذه الفرصة، ولأوجه الشكر أولا في الجانب الكويتي حتى يسجل في المضبطة، شكر بعد الله سبحانه وتعالى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اللي كان متابع هذا الموضوع أول بأول وبتفاصيله. وأنا لم أتحدث عن بعض التفاصيل لأن المجالس أمانات، وتحملت، وهناك من هاجم وجرح وذكر معلومات غير صحيحة ولم أجيب، لأن تحملت موقع كرئيس مجلس الأمة، مع أن أشوف يعني كذب ومعلومات مو صحيحة، إلا أني استأذنت حضرة صاحب السمو، قال لي قول اللي حصل، وقلت واستأذنت أيضا الجانب السعودي لأن المجالس أمانات، لكن أقول هذا الكلام للشعب الكويتي، أنا ما أقول لمن هو فاجر بالخصومة، لأن هذا لو شب صابعك شمع له ما منه فائدة. لكن الشكر بعد الله سبحانه وتعالى لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومعالي نائب وزير الخارجية المخضرم السيد خالد الجار الله، ومعالي المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع، وسعادة السفير البطل مجد الظفيري رئيس لجنة الحدود الكويتية، وسعادة السفير غانم الغانم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونائب رئيس لجنة الحدود الكويتية، وسعادة المستشار اللي أشهد له صراحة في اللقاء اللي عقد في الرياض، المستشار سالم الشبلي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ومقرر لجنة الحدود الكويتية، وسعادة الأخ علي بن سبت وكيل وزارة النفط الأسبق والأمين المنتخب للمنظمة العربية للدول العربية المصدرة للنفط، والعقيد المتقاعد خليل دمبو مستشار فني للجنة الحدود الكويتية، والسيد هاشم الهاشم، وكل من لم أذكر أسماءهم، أعتذر عن عدم ذكر أسماءهم، لكن عملهم سيظل مقدر. ومن الجانب السعودي لا يمكن إلا أن نشكر بعد الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين الشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته أيضا لهذا الاتفاق، وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اللي لولاه لما تم هذا الاتفاق واللي حسم الكثير من الأمور العالقة، وأيضا صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد وسعادة المستشار مساعد العيبان. وأقول لكل كويتي ولكل سعودي، عمل على إنهاء هذا الخلاف اللي استمر لمدة 5 سنين واللي تسبب بضرر للدولتين، وعمل على إنهائه وعلى الوصول لهذه الاتفاقية، أقول لهم ألف شكر من الشعبين. ولا حد يتأثر بما يقال، يمكن إحنا السياسيين يلدنا يلتمساح من تأثر، يمكن أنتم تأثرون بهذه الأمور، أنا أدعوكم إلى عدم التأثر، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس
فيمكثوا على الأرض، وإن شاء الله ما قمنا فيه كمجلس وكحكومة هو ما ينفع الناس. وشكرا على حسن الإصغاء، وآسف على الإطالة.